أنا كنت ماشية ورا زعيم معين لتقريبا كتير سنين، يعني مش 5 سنين أو 6 سنين، بس هلأ بطلت لأنه عارفة حالي أنه ما حأستفيد بشي، ما عم بمثلني بشي فعليا، ما عم يعمل لي شي أبدا. أنه لحقته فترة معينة، يعني أنه إيه هذا هو اللي بمثلني، بمثل طائفتي، بمثل ديني، بس أنه نحنا على أرض الواقع ما في شي.